ويشارك في تدرج الأساتذة حسب القانون المعمول به ويشارك ويزامل الضباط. باعتبارها همزة وصل يتعرف من خلالها المواطن على واقع قواتنا المسلحة بصفة عامة وسلاح المعتمدية بصفة خاصة لمعاينة القفزة النوعية التي حققها سلاح المعتمدية عبر المدرسة العليا للإدارة العسكرية والتطلع عن كثب على العتاد والمعدات الموجودة قيد الاستغلال في أسلحة الدعم اللوجستي، كما أنها فرصة للتأكيد على أن أبواب مؤسستنا العسكرية دائما مفتوحة أمام أبناء الجزائر. تعكف المدرسة العليا للإدارة العسكرية على غرار كافة هياكل التكوين بالجيش الوطني الشعبي باتباع نهج واضح مبني على المعالم الكبرى لمنظومة التكوين والتدريب داخل هياكل التكوين بالجيش الوطني الشعبي بصفة عامة، كما ستسمح هذه التظاهرة كذلك للشباب والمواطنين على الاطلاع عن كيفيات وشروط الالتحاق بالمدرسة وكذا التعرف عن قرب على مختلف الأجهزة والمعدات والوسائل البيداغوجية الموضوعة في الخدمة.